نيجي النقطة بقى مهمة جدا، ويقول لك دي أكتر نقطة بتيجي في قصة الامتحان بتاع السي ام اي لو اتكلمنا في اليونت ده من الامتحانات اللي فاتت. يعني موضوع السي او كيو أو الكوست اوف كواليتي. إيه قصة الكوست اوف كواليتي؟ يقول لك إن أنت عايز تنتج برودكت بكواليتي عالي عشان تعمل ساتسفاكشن عند الكاستمر في النهاية، ده ليه كوستو، صح ولا إيه؟ وان انت تنتج برودكت اقل من الكواليتي ده، ده برضو ليه كوستو. يعني فاهم انت، قد يحصل نوع من عدم الساتسفاكشن عند الكاستمر لو وصل له البرودكت باقل من الكواليتي اللي هو متوقعه. ده ممكن يخليك عندك ريبيتيشن مش تمام، يخلي الكاستمر ده ما بقاش ريبيتد كلاينت عندك، ما يرجعلكش تاني، ما يتكلمش كويس عنك، حاجات كتيره. بس هما جم كانوا سبيسيفيك قوي وقسموا لنا الكوست بتاع انك تنتج بكواليتي عالي وانك ما تقدرش تنتج بالكواليتي ده لنوعين من الكوست. الكوست اوف كواليتي تو كاتيجوريز، كونفورمنس كوستس ونون كونفورمنس كوستس. الكونفورمنس كوستس دي الكوستس اللي انت هتصرفها عشان تتاكد ان البرودكت اللي هتنتجه تكون الكواليتي بتاعته عاليه، in conformance مع الستاندرد بتاعك. وصلت الفكره؟ ان نون كونفورمنس كوستس دي الكوستس اللي هتضطر تصرفها نتيجه لان انت انتجت برودكتس مش بالكواليتي العالي اللي انت طالبه، اللي هي من الاخر سموها هنا الديفكتد برودكتس او ديفكتد يونتس. فبالتالي بما انها ديفكتد يعني حصل فيلير في الموضوع. انت رايح تنتج مكتب بجودة معينة، انتجت مكتب معيب، ده فيليور بالنسبة لك. عشان كده سموا non-conformance costs failure costs. وصلت الفكرة؟ يبقى انا عندي conformance، ايه الكوست اللي هصرفه عشان اوصل لكواليتي برودكت. non-conformance دي failure costs، already البرودكت حصل بقى output بس defected، فده هيكلفني مصاريف. تعال نشوف بقى ايه المصاريف دي. وهو بيسأل على الحتت دي، يقول لك الكونفورمنس كوستس عبارة عن حاجتين. انت عايز تنتج منتج بكواليتي عالي، فعندك نوعين، بريفنشن كوست انك تبريفنت انك تنتج ديفكتد برودكتس، وابريزل كوستس يعني بريفنشن وقاية خير من العلاج. انت هتنتج فبتصرف شوية مصاريف على حاجات معينة تقيق او تبريفنت ان انت تنتج ديفكتد برودكتس. طب انت انتجت، محتاج تقيم بقى فتعمل ابريزل كوستس عشان تطمن اللي انت انتجته مش ديفكتد. طب لو طلع لك في الابريزل حاجات ديفكتد، تدخلك بقى فين؟ في الفيلير كوست او النون كونفورمنس كوست. وصلت الفكره؟ طيب البريفنشن كوست زي ايه؟ يقول لك اصرف كويس يا عم على ديزاين انجينيرنج عشان ما يطلعش عندك ديفكتس، اصرف على بروسيس انجينيرنج، اصرف على السبلاير ايفالويشن. طبعا البوينتس دي احنا محتاجين نعرفها، وهسهلها لك كمان شويه بس لما نمشي في الدنيا كلها. خلاص هديك زي مفتاح للموضوع. طب الابريزل كوست، عايز تقيم بقى اللي انت انتجته، انت حاولت تمنع، عملت بريفنشن عشان تبقى كونفورمنس مع الستاندرد، فجيت بعد ما انتجت عايز بقى تقيم، تعمل ابريزل. اي انسبكشن او تيست ده ابريزل كوست، اي انسبكشن او تيست هيجي لك بعد كده في سؤال من الاسئله ده ابريزل كوست على طول. هنا بقى يقول لك ايه انسبكشن بس، اونلاين برودكت انسبكشن، مانيفاكتشرنج انسبكشن، بروسيس انسبكشن، مش عارف برودكت تيست. اي انسبكشن او تيست ده بالنسبه لك ابريزل، تقييم. ادي ايه واحده خلصناها. طب في حاجه حصل فيل في التيست بتاعي او الانسبكشن بتاعي، دخلت بقى في الفيلير كوست اللي هو النون كونفورمنس كوست. قسم لك النون كونفورمنس كوست لتو كاتيجوريز برضه. قال لك اسأل نفسك سؤال، هو مين اللي عرف بالفيلير ده؟ مين اللي شاف؟ أيوة أنا internally ولا العميل externally؟ فراحوا مقسمين non-conformance costs لinternal failure costs أو external failure costs. لو أنا اللي اكتشفت بقت internal failure cost، ده يقول لك before shipment يعني before delivery. لو العميل اللي اكتشف يبقى خلاص الشيبمنت حصل والدليفري حصل، بقى external. طيب لو انا اللي اكتشفت اتحمل كوستي، يا بقى سبويلج بصرف النظر بقى نورمال ولا اب نورمال سبويلج، يا هعمل له ريورك يا هعمل له سكراب، خلصنا منها. ايه
ودول معروفين سبويلرز ريورك سكراب يا صلحه ما هو ما ريورك تصليح فسبويلرز ريورك سكراب ده كلها الانترنال فيلير كوستس تحت النون كونفورمز. طب لو العميل عرف بعد الدليفري وبعد الشيمنت بقت اكسترنال فيلير كوست ساعتها اي كوست هيديهولي مرتبط بالعميل ده هيبقى اكسترنال زي ان انا اعمل له كومبنسيشن مثلا او اعمل له وارنتي ريبير ده مرتبط بالعميل او اعمل كاستمر سبورت بصفه عامه او اديله لايبيليتي كليم مرتبط بالوارنتي. فاكر لما درسنا الوارنتي اي حاجه هتبقى مرتبطه بالعميل هتبقى اسمها external failure cost تحت النون كونفورمانس كوست لان الديفكت حصل اوريدي. فتقدر تختصر الكلام ده كله ايه الابريزل اي انسبكشن او تيست زي ما قلنا اللي يقع منه بقى فيلير لو انا عرفته هيبقى نون كونفورمانس فيلير كوست لو انا عرفته هصرف عليه يا سبويلج يا ريورك يا سكراب. ما عرفتوش والعميل عرفه اي كوست هو هيقوله لي في اسم العميل كاستمر كومبنسيشن كاستمر وارنتي كاستمر جارانتي ايا كان كاستمر سيرفيس اي حاجه اقولها لي اي حاجه بره الثلاثه دول تبقى هي البريفنشن كوست وغالبا هيبقى اسمها انجينيرنج. خلاص فدي اكتر حته هو بيسال فيها وهي حته بسيطه زي ما انت شايف. وصلت الفكره؟